أعزائنا المشاهدين، بمناسبة العيد 33 لتأسيس محطة تيلي لومير والذكرى 22 لتأسيس فضائية نورسات وذكرى إطلاق مجموعة فضائياتها، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد العنصرة والعيد 11 لتكريس لبنان والشرق إلى قلب مريم الطاهر، يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بخالص التهنئة وصادق التبريك، سائلين الله القدير أن تعاد هذه الذكرى وقد تحقق السلام في ربوع الوطن العربي والعالم أجمع، مع تمنياتنا لكافة العاملين في هذه القنوات دوام التقدم والتوفيق.